أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. 3 أيام في حب الوطن، هذا هو العنوان العريض للاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ مصر الحديث. بالأمس تابعنا مع حضراتكم ملحمة وطنية رائعة سطرها المصريون أمام لجان التصويت. كل فئات المجتمع المصري كانت ماثلة حاضرة أمام لجان التصويت. النساء اصطحبن أطفالهن لمراكز الاقتراع، الشيوخ وكبار السن بالرغم من الظروف الصحية، ذوي الهمم، وفي دفتر الحضور أيضاً الشباب الذين لم يخذلوا الوطن أبداً واصطفوا في الطوابير بحماس ووعي بالمشاركة. فالصورة بالأمس كانت أبلغ من أي حديث، واليوم أيضاً لا صوت يعلو فوق صوت الوطن. فالانتخابات حق وواجب، فلا تفريط في حق ولا تهاون في واجب. ملحمة مصرية لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات قادمة تحمل الكثير من الآمال والطموحات والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة. 3 أيام في حب مصر، خلي بالك لازم يكون لك بصمة فيها، انزل وشارك. وهذه مشاهدينا متابعة حية لفعاليات اليوم الثاني من الانتخابات، فلنبدأ بسم الله مع حضراتكم. أهلا بكم.